مزيد من المتابعة ينضم إلي من واشنطن السفير الأمريكي إدوارد جابرييل رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. أستاذ سفير أهلا بك في هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. بداية، هل تمتلكون خطة عمل من أجل احتواء الموقف المتصاعد في الجنوب اللبناني بين حزب الله وإسرائيل، ومن أجلها يمكن منع التصعيد؟ من دواعي سعادتي أن أكون معكم، وشكرا جزيلا لاتحاد هذه الفرصة العظيمة للحديث معكم. بالطبع هناك فرص عمل، هناك فرص لتفعيل العمل والتنسيق الجيد بين الطرفين. ذلك يأتي من خلال الدعم المقدم من العلاقات الأمريكية اللبنانية. أعتقد أن المسألة أن الولايات المتحدة هل لديها خطة. يمكن أن أخبركم بما يحدث الآن في الوقت الراهن مع الانتخابات في هذا الأسبوع، مع انتخاب الرئيس الجديد الرئيس السابق ترامب والرئيس الجديد ترامب. فبالتالي أصبحت هناك تغيرا في الرؤى، أصبح هناك فرصا أكبر لإنهاء هذا التصعيد، ولكن لن يحدث ذلك حتى 20 يناير. لدي بعض المصادر التي تفيد أن إسرائيل تستمر في الانخراط بالحديث مع إدارة بايدن في الوقت الراهن من أجل الاستمرار في رؤية كل السبل للتقدم في هذا الملف. فبالتالي أنا أتفهم تماما أن هناك مساعي حثيثة من كثير من المسؤولين الأمريكيين مثل هوكستين المبعوث إلى لبنان من أجل إيجاد بعض الأرضيات والأسس الراسخة من أجل الحلول المستدامة، ولكننا نعلم تماما أنه في حقيقة الأمر من خلال هوكستين نرى أنه يسافر أيضا خلال الأسبوع القادم. فبالتالي هناك جهود حثيثة وهناك فرص. طيب، أنت تقول أن هناك تغيرا في الموقف الأمريكي تجاه لبنان، ربما أيضا في أو تجاه قطاع غزة في الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة أو الإدارة الثانية لدونالد ترامب. إذن ما فائدة زيارة هوكستين إلى بيروت خلال الأيام القادمة كما تقول، إذا ما كان الموقف الأمريكي القادم سوف يتحول؟ إذا ما كان عدم اتفاق بين طرفي الصراع للوصول إلى صفقة كلا من إسرائيل ولبنان، فبالتالي أصبح هناك حاجة ملحة إلى التوسط وأن يكون هناك جهات ومسؤولين دوليين لضمان الوساطة الفعالة، وهذا ما نرغب في تحقيقه. بالطبع لدينا رئيسا حاليا، فبالتالي إن كلمة الرئيس بايدن هي الصحيحة في الوقت الراهن طالما كان هو المسؤول عن إدارة البلاد حتى 20 يناير. أعتقد أن دونالد ترامب سوف يكون داعما لهذا الموقف وسوف يدعم إسرائيل ويدعم لبنان، ولكن للطريق الصحيح للتهدئة. هل تتوقع أن تمارس إدارة ترامب ضغطا على إسرائيل من أجل وقف حربها في لبنان وفي قطاع غزة؟ لابد أن ننتظر حتى ما تسفر عنه الأمور ومجريات الأحداث خلال الفترة الماضية. خلال الحملة الانتخابية دونالد ترامب قال بشكل واضح أن سوف يخطر نتنياهو بأن ينهي الحرب، ولكن بغض النظر عن ذلك بالحديث عن هذه الفعاليات وبشأن كل هذه التوترات، أنا لدي انطباع أن هناك تنسيق جيد للوصول إلى منهجية التي تضمن حلول مستدامة من بناء على السلام الدائم الذي طالما سمعنا عنه. وبالتالي إدارة ترامب لديها علاقات طيبة ولديها تأثير واقع على الإدارة الإسرائيلية، فبالتالي هذا يمكن أن يعود بالنفع على المجتمع اللبناني. هناك نشاط كبير من جانب إدارة ترامب المتوقعة بشكل التواصل المبني على أساس يومي، وأعتقد أن العملية الجارية الآن سوف تكون أكثر طموحا من خلال إدارة ترامب، وأعتقد أنه سوف يصل إلى حلول نهائية واتفاق. لا شك أنكم في مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان لديكم تفاصيل متعلقة بهذا التوتر المتصاعد في المنطقة تحديدا في الجنوب اللبناني بين حزب الله وإسرائيل، لكن هل يمكن أن تقيم الوضع السياسي، وضع المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بين حزب الله وإسرائيل على الأقل من الناحية الأمريكية؟ ليس لدي أي تطورات أو تحديثات بشأن هذا الأمر بالإضافة لما ذكرته. ما أسمعه فقط أن هناك اتصالات دبلوماسية مستمرة وهذا جانب جيد، ذلك لأن أحد الأطراف أو الطرف الآخر لا يمكن أن نتوقع أن يتوقف عن الحديث مع هوكستين، ولكن لابد أن يكون هناك انخراطا جيدا
وأن يكون هناك ضمانا لاستمرار الاتصالات والتفاوضات وخاصة عبر القنوات الدبلوماسية. وهذا هو الغرض الأساسي من رحلة هوكستاين غير خلال الأسبوع القادم من أجل تطوير كل العلاقات الدبلوماسية، ولكننا لا نعلم نهائيا إن كان هناك مزيدا من التعقيدات، ولكن لا أعتقد أن هناك بعض الأفق حتى الآن حتى الأسبوع القادم حتى نرى ما تسفر عنه هذه الزيارة من نتائج. شكرا جزيلا سعادة السفير الأمريكي إدوارد جابرييل رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، شكرا جزيلا لك، كنت معي من العاصمة الأمريكية واشنطن.